مش كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه؟ حياتي بيسترقني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يختصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جماله في الاصفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لي عايز ايه؟ شريط اصالك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي طبعا جميلي وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب، زوايف. برافو صابر، بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم، عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عاد؟ واحد ايه؟ قصدي يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه؟ جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك يصدقني؟ 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تيجي. اقعد يلا بلاش هنبقى. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. قرصتها والقبر كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيليه. على جراله. الله، في ايه؟ انت تقعد ترقع لي في الكلام يا عم؟ لا هرقع لك ولا تسرفلي. شيل ده من ده، ارتاح ده عندك وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيشه الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرح؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملين. وعد وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل، واللحظه الحقيقيه عشان لو احتجتني، ده الايميل. ما انتش غريب برضه. وعد. تسمح لي تاخد التاني؟